فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. في الحلقة الماضية تحدث الشيخ رحمه الله عن الصنف الأول من شروط عمر على أهل الذمة التي مقصودها التمييز عن المسلمين. قال رحمه الله: ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الشيخ رحمه الله أراد أن يجمل ما مر ذكره من شروط أهل الذمة ويصنفها إلى أصناف. الصنف الأول ما هو من باب منع التشبه بهم، وهذا انتهينا منه. والصنف الثاني قال ما يعود بإخفاء منكرات دينهم، والصنف الثاني ما يعود من هذه الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم مثل إظهار الناقوس والبوق وإظهار الخمر والأعياد وإظهار الأعياد، إظهار أعيادهم الكفرية والبدعية، فهذا مما فيه عدم إظهار دينهم في بلاد المسلمين وإن كانوا أهل ذمة. نعم، قال كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد. منعهم من إظهار الخمر أي شرب الخمر وبيع الخمر وصناعة الخمر، لأنهم هم يستحلون الخمر هذا، فلا يمنعون منه فيما بينهم، ولكنهم لا يظهرونه في بلاد المسلمين لأنه منكر. هذا واحد. والناقوس وقد سبق أنه للنصارى، ويضربون عليه عند حضور عبادتهم، فيكون له صوت يخرج من الكنيسة يسمعه من حولها. نعم. والنيران إيقاد النيران للعبادة. نعم. والأعياد الكفار كعيد النيروز والمهرجان وكل ما يحتفلون به دوريا، سواء على مدار السنة أو السنين أو الأسابيع أو الأيام، فإنه ممنوع، لأن هذا من أعياد الكفار. وقد النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرنا أن نقتصر على أعياد الإسلام، وقال إن الله أبدلكم بها خيرا منها، عيد الفطر وعيد الأضحى. فليس للمسلمين أعياد غير العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. وجميع الأعياد سواء كانت عبادية يفعلونها من باب العبادة فإن هذا ممنوع وهذا أشد، أو كان هذا من قبيل إظهار قوتهم وإظهار فرحهم وسرورهم، فنحن منهيون عن ذلك، ونقتصر في أفراحنا المباحة، ونقتصر في تناول الطيبات في يوم العيدين،